تعرف باستثناء النائب عن ديالى برهان المعموري من قائمة الاستثناءات صحيح. لأنه ليس مرشحا عن الكتلة الصدرية وهو مستقل نعم. ثم تحالف نعم. معهم هذا بحسب التيار، لكن هل نستطيع أن نعتبر هذه أو هذا الاستثناء بداية استثناءات لآخرين من النواب؟ السيد الصادق قالها يوم أمس، لا تراجع عن قرار الاستقالة ولن أترشح في الانتخابات، ولكن قال بالمقابل إلا باستثناء البعض منهم. نعم، البعض منهم ليسوا ضمن التيار الصدري، ليسوا ضمن التيار الصدري، هم متعاطفون أو انضموا مرة أخرى أو كانوا من المستقلين أو كانت هناك وحدة رؤى ومواقف بينهم وبين التيار الصدري، ولكن الصدريين الذين يسميهم السيد مقتدى الصدر بالقح، الصدريين القح، لا عودة لهم مرة أخرى إلى العملية السياسية كما قال السيد مقتدى الصدر. ولكن في السياسة كل شيء وارد، من الممكن أن تكون المصلحة العامة للجماهير هي التي سوف تعيد سماحة السيد مقتدى الصدر مرة أخرى، وخصوصا أن هناك خياما تنصب في بغداد، وهناك منشورات يعني تنشر بين الفينة والأخرى في منطقة أو أخرى تبين بأن ساعة الصفر سوف تقترب وساعة الصفر قريبة، وكل التوقعات تشير إلى هذه المصادمات. هذه المصادمات حتى لا تستمر أو حتى لا تطلق شرارتها، من الممكن أن يعود التيار الصدري إلى البرلمان ولكن لا يشكل الحكومة ولا يكون موجودا في هيئة رئاسة البرلمان، لكن سيكون له دورا كبيرا وفعالا في السلطة التنفيذية، وهذه المسألة أيضا ستكون خطيرة لأن جوهر الخلاف هو بين دولة القانون والتيار الصدري، بين السيد الصدر والسيد المالكي. هذه المسألة سوف تعقد الأمور كثيرا، وكل الأنظار تتوجه إلى إعادة الانتخابات، ولكن هذه الانتخابات حتى لو أعيدت فنفس السيناريو راح يتكرر. نعم.